Shazo, now, Rashid al-Kaya, you didn't get it.
Kuhu, ihembuzi. Yapan wende mno haku haku. Bangabo Islamu atukufu. Asaharma mezi mitukufu. Asaharma mezi mitukufu haku haku. Ye mezi inu, mezi ya khairi. Ye mezi inu, mezi ya baraka. Abo lazima, inshallah ta'ala, wanu wake wenye ujadidisha. Na inga hei na mnige nejukumu ya hei. Ya hei amani na usalama. Wabani kaundu ya liyo. Ate daula jodo honre za wahusu, changa bahena mdo dahoni wa mdani wa mjini, ili wando ya okay, harma usalama na amani, insha Allahu ta'ala. Na abu islamu harma ibarnama jahe udhiya, hama kawaida insha Allahu ta'ala, gadonji ya harma miraya hatu, hama kawaida, lifanye libeshele ya linu, ili mnyezimu jala wa ala jailie, wanikao ndo wakao dhihi, wakina wakati wawiyeshelea, walekangwa azimi yao jadidisha azma inu unumaha wakina wakati wawieshelea chando toju atina ukaya waliwa de mavama na wakombru mishihani haubadima harmaye proje inu ngari tarajiao kaya hohonda kabla anu homezi honeha kabla homezi ali umtamezi homezi wa dhul haji abo kabla haji ntukume ngari tarajiao kaya haina mdika wangeda azma ya ujurubihi batima nani nyuanti pia hei tartibu razia hulu mjini haina mdia wanisi achitamke kabla unjia haruma o buhari mwemezi wa dhulhiji haukaini ninga bakawan taabu haku haku na uziru wa umakinifu kwa shinda ni makinihe kwa taha wanyama wahani wao nisi programu kubilizi faniwa kabla huwa katiabidi ridhihi abangar tarajia ukaya wanika uka waida kukawe barnama jiru wahara kishembavi umezi honeha wadhulhaji ikemri sange mkamilifu ili kemakine barnama jinamna lazimu nruhi kabula ya ukare kemakine ukarti tambihi hama mahajana karambao mnyezi musbhanahu wa ta'ala ya libariki ya shiariva ya rniki afya ya rniki usalama jajidishi amani haramanti ya hatu ni malawani hatu na mwemiji ya hatu ya tanganya miyo hatu kiba zima hima silaha wa islamu ni mwemiji ya hatu akulu kawali hatha wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa alafa minkum wa jazakum Allah khaira aljaza
السلام عليكم. شاتي طول. ايوه اوكي. ايوه الكوخة تبقى عليه مشغول. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده وأخلص الطاعة لربه، وأشهد أن لا إله إلا الله أرشد عباده إلى التوبة ووفق من شاء واستغفر لذنبه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من أدى مناسك الحج والأضحية وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه الداعين والسالكين طريق الهدى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته. عباد الله،
قد سن الله لنا يوم الأضحى قد سن الله لنا يوم الأضحى أن نقدم فيه من أموالنا أضحية نذبحها ونتصدق منها على الفقراء والمساكين ونهدي منها ونأكل منها فما ذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق فهي الأضحية وإنما شرعت في أيام العيد للتوسعة على الأهل وصلة الأرحام وذوي القربى والأصحاب ومواساة الفقراء في أيام ينبغي أن تعم الفرحة فيها جميع المسلمين ويدخل السرور إلى كل دار من المسلمين وقد قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فلذلك ينبغي أن تكون طيبة لتنال القبول من الله عباد الله فوقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي فنرجع فننهر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نهر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ويمتد وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم 13 من ذي الحجة فتكون أيام الذبح 4 لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح والأفضل ذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة لحديث البراء ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطى الجزار أجرة عمله من الأضحية لحديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا لا تجوز الأضحية من غير بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته ولو كثر عددهم تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته ولو كثر عددهم عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون وتجزئ البدنة والبقرة عن 7 وأهل بيوتهم لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7 والسنة أن من أراد الأضحية فليمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته منذ دخول العشر عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وفي لفظ له إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وهذا النهي خاص بصاحب الأضحية أما المضحى عنهم
من الزوجة والأولاد فلا يدخلون في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضحي ولم يذكر المضحى عنهم، ومن أخذ شيئا من شعره أو ظفره في العشر متعمدا فلا يمنعه ذلك من الأضحية ولا كفارة عليه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله. عباد الله، تصح الأضحية عن الميت، تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذا للوصية، أما من يفرد الميت بأضحية تبرعا فهذا ليس من السنة، وقد مات عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وزوجته وخديجة وثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحدا منهم بأضحية. إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات شملهم جميعا، جعلنا الله بمن يقوم طاعته بمن يقوم بطاعته سرا وعلانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان بدل بدر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، أشكر الله تعالى على ما أسدى عليكم من نعم لا تعد ولا تحصى. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة المخبتين من الله عز وجل التائبين إليه من الذنوب. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعلنا جميعا من حزبك المفلحين وأوليائك. اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين يا رب العالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل ذنوبنا حائلا بيننا وبين ذلك، وتجاوز عنا واغفر لنا واعف عنا يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، إنك مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أصلح لنا ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم يا رب العالمين. ربنا أصلح لنا ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم يا رب العالمين. ربنا أصلح لنا ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله العظيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. استووا اعتدلوا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أشهد أن اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت قدم أنت المؤخر ولا إله إلا أنت أستغفرك أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم حاسبني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام كالسلام تبارك هذا الجلال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء حول لا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرسلنا رسولنا لبانو لكان جدول وجنوهات وجنوان وهفرة كفولي wajamano ulifeme mkwalaya uhusuwe maesha ni maendeleo ya hundi wanwawu wa yuka mwenye akutana wa rumi isura wa kikiana zikijizia milaka
Thank you.